مساء النور واهلا بكم الى صالون تلفزيون لبنان. وبالحكمه ابدا، لا تمر الاعمار سهوا، ولكن نحن نسهو عن قيمه الاعمار. كل يوم نحصيه يثبت فينا، والبواقي مرميه للنار. وبالمحبه ارحب اهلا بضيفي الكاتب شكري انيس فخوري. اهلا فيك استاذ شكري. اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقه. انت ضيفي على مدى حلقات متتاليه، كنا بمرحله من المراحل لما يكون في شيء موضوع عام، هالمره موضوعي هو انت. انا شكري انيس فخوري، بدايه التسعينات خلينا نقول، من حدا بيعرفوا حدا ما بيعرفوا، حدا قليل ما بيعرفوا حدا سمعان فيه، فجأة انتقل مباشرة إلى كاتب من أهم كتاب التلفزيون في لبنان، وحلقات صورها هن 5 حلقات، كبروا الحلقات صاروا 180 أو 190 حلقة إلى حد 177 حلقة. أول شيء احكي لي عن هول 5 حلقات، خليني بلش فيهم لا ارجع اروح محل ما بدي بحياتك. ليك سنة 93 عملت مسلسل اسمه لا امس بعد اليوم على ال بي سي، 13 حلقة كانوا قطع. بيتصل فيي جون خوري الله يطول بعمره، مذيع الاخبار الشهير. مذيع الاخبار. كان تلفزيون لبنان عم يعرض شيء اسمه قصص حب، حلقة حلقتين. قال لي بدنا نعمل شيء مثل، وفتش لي على اسم هيك جامعة. فتشت على اسم جامعة ما لقيت وما حبيت. قلت له ليك رح أعمل لك أنا بوكي من المسلسلات القصيرة، فيها تكون تيلي فيلم، فيها تكون 5 حلقات، فيها تكون 4 حلقات يعني. قال يلا. قدمنا له أول شيء ربيع الحب، كان 5 حلقات. هو بالمضبوط هي قصة قصيرة لإلي، انشرتها بالكويت وطورتها، كان اسمه عمو رفيق. قال لي لا 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 بعده طالع واضح اوعى. قلت له طيب ربيع الحب، قال يلا. ملت 5 حلقات. قلت له هلا اتركني، في عندي فكره براسي، العاصفه تهب مرتين. قال لي يلا. قعدت كتبت العاصفه 7 حلقات لجان خوري. يعني هو كان للتلفزيون لأنه هو كمان بمرحلة المراحل بلش ينتج. انتبه بتذكرها أنا هذيك المرحلة. إيه هني لا لا تلفزيون لبنان. إيه قدمت له 7. إجا بعد يومين قال لي خيي 7 كتار ميزانيتهم ما معهم، عملهم 5 يعني. أوش. خلي 5 5. قال له طيب رجعت كتبت العمل 7 حلقات 5 حلقات ورحنا صوروا امتين بينعرضوا بيشوفوا هن امتين بينعرضوا. رحت وقتها على الاي ار تي عند انا اللي بعتبره استاذنا بالكتابه الدراميه وجيه رضوان. قدمت لهم حلقة من شيء اسمه امرأة اسمها الضياع، أراها عجبته كتير. قال لي وقتها هيدا النمط بدنا اياه. اوكي فتنا لنتفق معهم على الكونترا. بيتصل فيي مين؟ فؤاد نعيم. قال لي شرف عندي على المكتب. جيت لعنده هون
قال لي اللي صورتون أنا حضرتون قبل ما ينشروا قبل ما ينعرضوا. ربيع الحب حلو بس هيدا العاصفة تهب مرتين بدي منه 100 حلقة. قلت له وين في 100 حلقة؟ قال لي قصصهم حلوة كل شخصية إذا عملت له 10 حلقات صاروا 100. قلت له بوعدك بجزء تاني مش أكتر يعني ما بعرف. كانت كتير بروت الشغلة شو 100 حلقة يعني عند واحد 100 حلقة عند واحد عمل له 4-5 حلقات 3 حلقات 7 حلقات عرفت كيف؟ اجت 100 يعني صاروخ. عملت بارتو كان ميلاد الهاشم المخرج يعني فوت اشياء جديدة وظمت. عملت 8 حلقات رجعت عملت 10 حلقات صار يعرضهم بلش صار ينحكى talk of the town صار. لا اجا كنا بالحلقة يمكن 40 خلص صرت تمد معي 40 يعني مشيتوا بالمية مشينا يعني لحدود 40 هلأ قال لي بدي 2 حلقات بالجمعة. قال لي ايه ضارب المسلسل 2 حلقات وقتها رفع لنا أتعبنا طبعا أنا والمخرج والممثلين وكذا. قال أنتوا عم تتعبوا أنتوا سبب الشهرة رفع لنا إياهم 2 حلقات بالجمعة وقعد اكتب 2 حلقات بالجمعة شو بدك. صابني ضعف النظر صابني التوتر. انت تركت كل شيء لازم تكون قدرت عملتون هو ولا كيف بنعمله انا عندي مطبعة بالاساس بس انه شغالي المطبعة مش وبلشنا كل 50 حلقة يبعث لي سلة فيها شمبانيا واللي عبال 50 تانية وعبال 50 التالتة وصلنا 150 شوي راح فؤاد نعيم يعني ترك راح على الفيوتشر وقتها. اجا الله يرحمه جون كلود بولوس قال لي كفي ما توقف. وصلت معي لل 177 حلقة خلصنا. قال لي تعا ما في يلا بدي واحد تاني هلأ. عملنا وقت نساء في العاصفة 166 حلقة فهي قصة العاصفة تهب مرتين. يعني العاصفة تهب مرتين ونساء في العاصفة وصلوا حدوش 350 أكثر من 350 حلقة وأنت كنت بعدك بأول التجربة شو هيك؟ بأول التجربة وانفتح كل هذا الباب. خليني من خلالك من خلال هذا الشخص اللي كنتوا أنت لما بلشت تكتب هودي الحلقات يعني في براسك من كتاب وذكرت وجيه رضوان وقلت هو من أهم الكتاب. خلينا نحكي شوي عن كتاب التلفزيون بهذيك المرحلة لأنه مثلهم مثل نجوم هذيك المرحلة. نجوم هذيك المرحلة كنا خصوص النقاد يسبوهم كل ما عملوا عمل شيء جديد لكن هلا صاروا يشوفوهم هيك من برا انه يا الله شو الزمن الجميل فبيعملوا له حفلات تكريم بيعملوا لهم كذا كله زمن الجميل. اما لما بتاخذهم وقت كانوا عم يعرضوا كان كله نازل عليهم بالسيوف مليح وعم بحكيهم بالاسامي. طيب نحن من الناس اللي مرقوا عنا بالكتابه وجيه واحمد العشر وبهيديك المرحلة يا أنطوان غندور ومين كمان قل لي أنت مروان نجار ومروان نجار مروان نجار خلينا نحكي عنه بالنسبة لك وشو كان اسمه سيت اسمه في واحد اسمه جبران ظاهر في أكثر من حدا صح بس صح. عم بحكي عن اللي أسماء كترت جبران ظاهر وكانت منى طايع هي كاني وناجي الله يرحمه
اللي كان كمان يكتب قصص، ناجي معلوف. ايه هول قصص حب كان منى وناجي وكذا. انت ممكن انك خدت منهم شيء، خدت منهم باي معنى روحي، ربما الاثر، ربما يعني كانوا بمحل ما مصدر الهام لك بهذا الباب، ولا لا انت كنت بمحل ثاني؟ ما هيك فيك تقول. كنت اكتب، انا بكتب قصه، بكتب روايه. لما تحولت للسيناريو كنت طبعا اللي رافقني ومعي من البدايه وميلاد الهاشم. فالدعم اجى من فؤاد نعيم. انه خمس حلقات وخلصوا، رايح اكتب شيء ثاني. عجبوا لوجيه رضوان الله يرحمه، بس ما عدنا اتفقنا لان فؤاد نعيم بعت وراي. هلا الهام من كتاب دراما؟ لا. الهام، انا اكثر واحد الهمني بالقصه من عمري 13 سنه كان احسان عبد القدوس. اكثر واحد الهمني كان عمري 13 سنه، كنت بليبيا مع المرحوم بيي، زياره عند ناس اصحابنا، بيلفت لي نظري الكتاب حاطه هيك، اخذت لا تطفئ الشمس الكتاب، قلت له عمو تخليني اقرا، خذه حبيبي، قريته، بهرني باسلوبه، بنعومته، بنقلاته، بحبكاته. وكنت اول مره بقرا حوارات بالدارج، كان يكتب حواراته بالدارج بالكتاب، مش مثل نجيب محفوظ ومثله. تأثرت فيه كثير، صرت بدي أقلد. تعرف ابن 13-14، صحيح، كتبت كذا قصة، وفي قصة منهم 300 صفحة، وفي ما بعرف شو. لا بالآخر كتبت شو كتبنا وقتها، قصة غبطته والشيخ. كانت رواية أراها ميلاد الهاشم، قال لي ما بتكتب سيناريو؟ أول سؤال طرحت عليه شو يعني سيناريو؟ قال لي ما راح أشرح لك، هيدا فيلم أمريكاني، شوف كيف بيعملوها. قريت، شفت إنه التقطيعات مش كتير بعيدة عن اللي أنا كاتبه هنيك، وبلشت عملنا نورة أول شيء لتلفزيون لبنان، عم بحكيك بال 86، وما عادوا عملوه، اخذته عملناه بالجديد سنة 98، كان بطولة كارول سماحة، ومشيت بهالدومين. مشيت ولا خاطر عبالي رح نوصل ل 177 و 166، ما بتخطر على البال. طيب هيدي المرحلة اجت بعد منها مرحلة كتر الشغل، ولا شو صار فيك؟ او قل الشغل؟ لا، عملت سيري حكايات للال بي سي. ايه بعد العاصفة؟ ايه. هلا انا اللي عملته هون العاصفة 177، نساء في العاصفة 166، واسمها لا كان 75 حلقة. بعدين رحت للاشياء القصيرة الناعمة، وليك بيتعبوا استاذ علي. ايه طبعا كثير. عملت سريش 52 حلقة مع ال بي سي، سميناها حكايات. قعدوا لهلا بيعرضوا فيها. بعدين رحت على ال ام تي في، عملت له نعملين بين 2000 و2000 وما بعرف ايه، واحد اسمه غدا يوم اخر كان 35 حلقة، والثاني كان اسمه امرأة من ضياع. هون رجعت سميت اللي ما عزته امرأة من ضياع، كمان كان 35 حلقة.
وبعدين عملت للنيو تي في العائدة بجزئية طلعوا يمكن 65 حلقة بعد الألفين ولا قبل هاي؟ لا العائدة بالألفين 13. بعدين كتبت غبطته والشيخ مسلسل ويا لطيف مستقتلين عليه الـ LBC ويلا وقفت عمل لا اكتبه ورب بعد له هلأ نايم مع زياد شويري ما عمل. وبعدين خفت ما بيطلعش في علي يعني عقوبة إذا بيصير تأخير لا بوضوع. ليش الكونترا إذا نعمل كونترا هلأ بخبرك تلفزيون لبنان ما في كونتراتير يلا بلشنا اتكل على الله صور حلقتين وبنمشي بس أغلب بيكون التزام في التزام بالأغلب بيقول لك تصرف المالك بملكي هيك الكونترا بحط هلأ إذا أنت كنت متين وقوي لدرجة تشترط بس مين بدي لأنه اللي لما يطلبوا نكتب كانوا محروقين ومستعجلين ويلا صحيح. إنه بيطلع من إيدي بروح على التصوير نام عملت كمان مسلسل من إخراج وإنتاج نديم مهنا اسمه رفيق قصة حياة رفيق الحريري كان شي 30 حلقة كمان صوروا منتجوا ونيموا قد يكون في أسباب سياسية أو شيء مين المنتج؟ نديم مهنا اللي بيعمل الموتور شو فهول العملين ناموا بيني وبينك زعجوني بنومتهم بدأت أتراخى هلأ رجعت هلأ بحضر عمل تتراخى شو نتيجة اللي شفته؟ لا أتراخى أنه طب خي بكتب وبتعه بتدفعوا لي مصرياتي أنا ما بقول لا بس ما أنا أحب شوف عملي شوف أين أنا في حلبة المنافسة صحيح مش هيك القصة هلأ عم بكتب وإن شاء الله خير عم بنجرب نبيعه لمنصة من المنصات هول الكترانين اللي بيدفعوا إنتاج وبيدفعوا كذا فإن شاء الله إن شاء الله طيب لحنروح مع الفاصل الإعلاني الأولاني بعد منه بدنا نفوت بالحوار ما ينتج اليوم قيمته قوته قصصه حكاياته شو تركيبته مزغولي مغشوشي طبيعية أصلية بعد الفصل طيب أستاذ شكري خلينا نفوت بهاللي عم يصير من 10-15 سنة أخيرة من الإنتاجات كله إنتاجات خلينا نحكي عن لبنان إنتاجات لبنانية بتبقى لبنانية ضمن حدود عناصرها وأشخاصها مرات بتتوسع أكثر بتصير لبنانية سورية مرات بتتوسع أكثر لبنانية سورية مصرية مرات بترجع تضيق على المحل أنت عم تشوفه هذا كله لابد بتكون عم تشوفه كله أول شيء خليني بلش أحكي بالقصص اللي عم تنحط قبل ما أحكي عن الشراكة والما القصص اللي عم تنكتب هاي قصص أنت وعم تشوفها تحس تعنيك أنت ببلدك مثل مثلا أنت قارئ رواية أنت عم تقرأ رواية فيك تعرف من 10 صفحات صفحة واحدة مثلا أنه هذه بتشبهنا بلبنان مثلا بتشبه مجتمعنا هذا اللي عم تشوفه بيشبه مجتمعنا وين لا خبر ولا فكرة تكتبها أو تطرحها إلا ما تشبه من مجتمعك شقفة فيها تكون هالقد فيها تكون هالقد
هلأ بتعبر عن مجتمعنا بشكل كامل؟ لا. وبعدين مش بالضرورة التعبير بشكل كامل، في كاتب اثنين ثلاثة عشرة، كل واحد يكتب عن شيء هو بيعتبره ضروري للمشاهد. ليه؟ بداية كتابة المسلسلات أو الأفلام هي انترتينمنت، ترفيه. أمريكان بقول لك انترتينمنت، أنت عم بتخبر قصة، عم تحبكها صح طبعاً إذا حبكتها صح، وعم تطلع وتنزل وما بعرف شو كذا، عم تعرضها على الناس، مفروض الناس تحضر، يا بتتسلى وبتنبسط وبتقلك هات بعد، يا هلأ بتروح عنك الريموت كنترول، ألف محطة ألفين محطة، ما في يما ارحميني مثل ما بيقولوا، بدك من أول ربع ساعة يا بشدك يا بشدك يا بتعطيه مهلة الحلقة بعدين خلص روح، في غيره كتير فينا نحضره. هلأ لنرجع للربط تبع حضرتك، اللي عم بنشوفه على التلفزيونات بيشبه بعض نواحي مشاكلنا الاجتماعية. هلأ في تركيز كتير على اللاف ستوريز، حبة خينة خينته، صورة سيارات البدكة. في مواضيع ما عم يتطرقوا لها مثل ما لازم، مواضيع الشارع، مواضيع الزفت، مواضيع اللي عم نحكي عنها. طبعا في اتطرقوا، في مسلسلات اتطرقت مواضيع، خي ليش بس تلفزيون المنار بده يحتكر المقاومة بأعماله؟ كل تلفزيون لازم يكون، لأنه ما حدا بيفكر بالموضوع غير إنه أنا كإنتاج. أنا بالزمانات يمكن سنة 2003 كان عندي فكرة مسلسل عن المقاومة، صوت بيروت ما بعرف شو، قعدت معهم واجتمعت معهم كذا، ما قدرنا نتفق. ليه؟ هن بدون مرافقة وإشراف على كل شغلة بتنكتب خوفاً من تمرير شيء، من قلت لهم ما بقدر اكتب هيك بتعب. انا هاي الفكره تبعتي وهي بسيطه جدا، مقاوم استشهد يوم لولد ابنه، ربوه على اساس ذكرى بيه، وربوه اجا خي تاني كمان، هذا الخي الصغير اللي صار مقاوم، خيو الكبير مش خارطة بمخه شو مقاوم، شو جده رباه، سفروا لبرا ليتعلم، تجوز برا واجا مع مرته الألمانية، هون صار يكتشف انه خيو قديه حاطت روحه على كفه، قديه عم يعملوا هالشباب، قديه كذا، بس كان انه خي حيد عن ظهري بسيطة لحد ما يموت خيو، بيقرر هو يكفي مسيرة خيو، ومرته الأجنبية بتكفي معه بالمسيرة وتتحجب لأنه اقتنع بالموضوع، معنا بهمنا أجنبي اقتنع بمقاومتنا. صحيح. مش نحن بين بعضنا. هلا نحن صار بدنا من نحن بين بعضنا قبل ما نجيب حدا من برنا. هيدي مشكلتنا. ما قدرت يعني ما صار في تناغم كتير. يعني أنا ما فيه وأنا عم بكتب حدا فوق إيدي على طول. ما بصير.
ما بتمشي يعني. ما بتمشي انك تكتب وبراسك او فوق راسك في حدا عم يراقب لك. هي بكتب العمل بخلصوا ايه شوفوا بعطيك في عندك ملاحظه ايوه خلصنا عندي هاي عندي هاي عندي هاي عندي هاي مثل اي انتاج هذا بقول لك اياه هذا. لانه انا اؤمن انه مقاومه العدو الاسرائيلي هي مش وظيفه فئه واحده. ايه طبعا وظيفه كل العالم. ليش ما هني هو البلد قد ما مقسوم ومخزقه في القيم مخزقه صار كل واحد بياخذ له شقفه وبيعتبر هاي له الاخر حتى لو شافها اعلى قيمه لانه هذا اخذها انا ما بتعني ليش هذا بلدنا شحار شحار وتعتير بلدنا شو بده في شو بده بهالمسائل هيدي الصغيره خلينا بالوطن الكبير يلي هو حلمنا وحلم كل الفنانين. ماشي بدي ارجع فيك لهو النماذج اللي نحن ربينا عنهم واللي حكيت انت بتلفزيون لبنان مثلا من الشخصيات شوشو اول ما طلع ما في صحافي الا ما كتبت ضده وشو هذا بيشوه لنا اولادنا ما بيشوه لنا بلادنا ما بيشوه لنا اولادنا واللي كانوا يشتغلوا بالمسرح الحديث انه شو هذا شو بعد شوي انتبهوا انه هذا عمل المسرح الوطني والناس رقدت عليه صاروا مش عارفين كيف بده يشوفوا كيف شو عمل هذا لحتى هذا شوشو يعني ايضا كمان لم تعطيه لشوشو انت الاهتمام الكافي فرض حاله لحتى كان موجود بذاك الزمن الجميل يلي انت هلا بتعتبر شو هالسوسي اللي فينا انه الناس وقت اللازم نحبون ما بنحبون نتركهم ليموتوا ومنصير نقول عنهم انه هن الزمن ما الجميل ما بتعرف هالخبريه شو هي اللي مات صار فيه بهنيك مطرح وردي بعد ما مات في وردي قبل ما مات نازلين فيه ورود برش ليك طب هي مش 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 مشكلة هيدي يا شكري لك طيب ما انت بتنقهر مثلا بتحس انت مثلا محمد شامل لما كان عم يعمل الدنيا هاي ابو سليم ابو ملحن عم يعمل هذا البرنامج طيب انا بتذكر انه يمكن بتذكر احضره عند الجيران او شيء لانه كان عندهم تلفزيون صغير ونحن التلفزيون عندنا بالبيت بي ما خلينا من خليناش ندوره قال لازم ندرس نحن نقوم نهرب لعند الجيران نتفرج عليه يحطوا لنا بصبي على 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 الارض وقاعدين نتفرج على ابو ملحم ونتاثر وانا من يومتها حب الي صغير من يومتها بحب الي صغير قديش كان عمري يمكن 10 سنين وهلا بحب اولاده اثنيناتهم الي وباتريك لذيذين وباحترامين طب يا خيي هذا البرنامج اللي انتو هلا بتقولوا انه هيدا من الزمن الجميل طب هذا وقت اللي كنتوا عم تسبوه ليش عم تسبوه حدا بيعرف يشرح لنا ابو ملحم ليش انساب ابو محمد شامل ليش انساب ابو سليم ليش انساب بربر اغا ليش انساب اكثر برامج عملها انطوان غندور واللي 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 عمل ضجه طويله هذا انسبت شو بيكون في سوسي عند النقاد او انه يعني بيفهموا اكثر هن من العالم سلم تبقى هيدي انا بدي اوصل عليها دائما الناقد عنده فكره انه هو اليت هو نخبه بس للاسف ما بيعرف انه الكوميديا ديلارتي هي ابو سليم ستوك كاركترز بيضحكوا كل واحد بيضحك هو ذاته ما بيغير كاركتره مظبوط وبيضل يضحكك هيدي بتاريخ ايطاليا الكوميديا ديلارتي والله ما بعرف ليه كانوا يهاجموه من نقطه انه لا هيدا مش مسرح المسرح هو اللي لازم هيك وهيك طيب عال هذا المسرح اللي عم يمشي واللي عم يزبط انا بتذكر كنا اول وعيتنا يمكن كان عمري 13 14 سنه وعملوا مسرحيه صح النوم بدل المحطه بدي المهم وحده منهم المحطه يمكن وكتب بجريده النهار نزيه خاطر اول مره بقول اسمه انا بحبه كثير لنزيه كتب يومتها
ثلاثة أشخاص، لا مسرحية الشخص، مش لك تذكرت العنوان الآن، بمسرحية الشخص بيقول ثلاثة أشخاص يتسلون بالجمهور وبيضحكون عليهم وما بعرف إيش. لما انعرضت الشخص هي ذات الشخص بعد 4-5 سنين صاروا يعتبروها من التحف الفنية اللبنانية. قبل 4-5 سنين بتقول عنه تعالوا شوفوا كيف عم يضحكوا عليك وعلى الجمهور وكذا هاو، وبعد 4-5 سنين بتصير هي من التحف. طب شو مين قال لك انه رأي نزيه خاطر؟ لا انا عم اقول رأي، لا انتبه، انا بدي لا بدي امدحه ولا بدي، انا عم اقول نزيه خاطر لانه نزيه خاطر كان صحفي كبير جدا وناقد من اهم النقاد الموجودين بجريده النهار يلي اهم جريده. ممنوع يقول عن الشخص هيك. هلا فيك تنتقد وتنقد وتورجي الحسنات والسيئات وين زحطت الفكرة وين إيه، بس ما فيك تيجي تقول ثلاث أشخاص عم يضحكوا عليكم عم يتسلوا علي عم يتسلوا بالجمهور. ما فيك ما فيك، هيدي نوع من عنجهية عنجهية. ما في عمل أستاذ عبد الغني إلا في تفاصيل معينة حلوة، ما في عمل. طيب بنقول أنا لأوصل لهيدي المرحلة يلي اسمها المسلسلات واللي أنت بدك تكون عم تتبعها. الكتابة شو رأيك؟ حكينا بالأول شيء عن القصص، مرات بتحس في شيء بيشبهك مرات لا. الكتابة هل بتشعر إنه في نفس جديد؟ وبعدين يعني اللي عم تكتبون هي كلوديا مارشاليان أو أغلبهم مش كلهم، وكلوديا هي تلميذتك راحت من عندك مش هيك؟ والله يبارك بالبيت اللي بيطلع منه بيت فعلاً فعلاً طلعتها من عندك وتعلم قديش قعدت عندك شي سنة ولا أكتر وطلعت وبلشت تكتب ونجحت وعملت شغل الله يعطيها العافية، وأنا بقول الله يبارك بالبيت اللي بيطلع منه بيت. عم تتابع لها شغلها لهلأ؟ بتابع قدر الإمكان، بس كلوديا لقلك أرست مرحلة كمان جديدة من الدراما. صحيح، مرحلة حلوة. كلوديا بنت موهوبة، موهوبة جدا كلوديا، وبنت حركة بكتابتها. مش انه لا، حركة. لما كنت اشتغل انا وياها اعطيها مثلا فكرة تيجي بعد الظهر عامل الحلقة أو عامل المقدمة تبع هذا برنامج الحل بإيدك كنا عم نعرضه على نيو تي في، وين لحقتي إنه لتوصلي للبيت تتغدي وتكتبي وترجعي لعندي، وين لحقتي؟ عندها موهبة السرعة. أحياناً يمكن توقع بتسرع، أحياناً مثل كل واحد، بس أساساً كلوديا ميزتها سرعتها. معك خبر أنه مش مقياس السرعة لجمال ما تكتبه أو نقصان ما تكتبه؟ لا لا طبعاً لا. أكثر اثنين مشهورين بالسرعة كانوا هن عاصي ومنصور رحباني. عاصي أسرع، منصور كان يقول عاصي أسرع مني وأنا سريع، وكنا مرات عند اللي بيجوا للمنتجين مثلا، افترض انه عندهم مسرحيه، اجى حدا حكى له مسرحيه ثانيه بدهم يكتبوها، بفوتوا بيكتبوها باربع ايام ثلاث اربع ايام بتكون خلصت وانتهت، ولا حيبلشوا بتلعينا ما بيقولوا له للمنتج انه خلصناها، خاف هذيك يفكر انه استلشقوا فيه وعملوها حيلا. ففي بعده بذهننا نحن انه مرات السرعه هي شغله عاطله من الله، ما لها علاقه. انا عم بقول لك سرعه وليس تسرع. ايه يعني انت اذا راسك شايف حبكتك وشخصياتك واللي بدك اياه وعم تكتب بسرعه بضاي. الكسندر دوما استاذ كان كل يوم يكتب بين 70 و80 صفحة من روايته، يخلص روايته بتكي. الكسندر دوما، في ناس موهوبين بالسرعة، في ناس بدك يفكر حبكته بيكون مش راكب بمخه على الأرجح هيك، لأنه هي لو إنها راكب مزبوطة خلص بده ياخد سكة. ما مثل كانوا يقولوا له لبلزاك،
انه وين صارت قصتك؟ قال له خلصت، ما في الا اكتبها. خلصت هون يعني. بده يكتبها بسيطة. السرعة ميزة. هلا بعد عندك زيت الحيوية على الرقبة على الكتابة ولا ما هيك؟ شوف انا عندي بأعماقي زيت الحيوية بس مش زيت السرعة. مش زيت السرعة. يعني شيء له علاقة بالصحة، لأنه ايه إلا شوي علاقة بالصحة طبعا، إلا علاقة بالأكاديمية تبعيتي. لما صرت أعلم كتابة السيناريو صرت كتير نيئة، كتير يعني بكتب المشهد بقلبه بشيله. لا كبه كبه، توب غيره توب غيره لأرضه. لأن دايما الكاتب اللي بيحترم حاله عنده هاجس، الناس ما يحبوا شغله. خطرة كتير الناس شو؟ ما يحبوا شغله. إيه؟ ليك 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 شكري فخوري، ليك شو كاتب، لا فضل ما اكتب ولا اعطي ليك. بس هودي بدك تلاقيهم وين شو ما عملت. هول اللي بيقولوا ليك شكري انس، هذا بكون اخذ موقف منك مبدأ. ماشي ماشي، بس برضو برضو حلو تجرب انه تقدم للناس شيء محترم، شيء متعوب عليه. لانه لما بيقولوا لك ومن هو الناس شايفه، لا بقول له سكوت للي عم بيقول. لا بحاقدمه، انا عم بحكي بالمطلق، لانه في ناس بيقول اخذ موقف منك ان شاء الله تكون انت ايه من مكان. بعرف بعرف. اخذ موقف منك شو ما بدك، بده يقول عنك مش عامل شغل صح. طيب هل عم تحس بين الكتاب الجداد، يعني عم تقرا لحدا من الكتاب الجداد، عم تشوف لحدا من الكتاب يعني الجداد؟ شوف عندك نادين جابر، ليك اخذت مرتين ميركس، كاتبة جديدة صبية اللي عملت للموت. وفي كتاب كمان مثل ندى عماد خليل عملت عمل، منى طايا عملت عمل، منى يعني موجة هيك وموجة هيك. ايه ايه، بس في كتاب يعني منى موجة بتاخدها موجة بتجيبها. منى من النوع اللي يتأنى كتير، مزاجي يعني كأنه يتأنى كتير. ما يعني قال له بس الشغل ما بيحملك. لا ما هي الشغل ما بيحملك. طيب هلا هي ما كتير عم يعني انه الشغل يا لطيف وبدها تاكل الشغل، لا تكتب اللي بيعجبها وبيريحها وبتطلعه. اجمالا اعمالها لمنى جيدة جدا، جيدة جدا. كل واحد بيتعب على حبكته وعلى شخصيته وبياخد وقته، عمله بيكون جيد جدا. طيب شو رأيك بهالتوليفات اللي عم تنعمل، لبنانية سورية، وفيها حكي كتير عن انه هود المنتجين اللي اغلبهم سوريين او عرب بياخذون اللبناني درجة تانية وبدوا بيعملوا فيه؟ ما بعرف انا شو مدى صدقيتها. مية المية اللي عم تحكي، مية المية. أول شيء صار في مقولة، إذا مسلسل لبناني مش مطعم ببطل سوري، وإذا بصير بطلة سورية مش الحال، أو على الأقل أحدهما. ثاني شيء كل الكرو خيي، كل التقنيين الفنيين عم بجيبوه من سوريا. طب ما بصير كده، وهول اللي موجودين هون وشاطرين وعندهم خبرة وعندهم تاريخ. شو السبب؟ مادة؟ أرخص. الكرو أرخص. طيب هلا الممثل لا، الممثل أغلى. فلا لازم يكون أساسا هلا إخواننا السوريين وين ما كان صاروا شغلهم، وين ما كان يعني بحيالله دومين هن موجودين وهن عم بينافسوا اللبناني.
بين الموجودين وبين اللي عم بيفوتوا جديد، في منافسة لللبناني. هلأ اللبناني بمطرح يمكن بيعيش مفنطز شوي، ما بيكفي اللي عم بيدفعوه بيطلع. كمان هيدي الشركات عم تربح، فيهم يعطوا يعني. مفروض مثل مصر لما بدك تعمل مشروع تشترط 51% يكون في مصاروي، والسوري نفس الشيء. هلأ الكلام اللي صار بالفترة الأخيرة واللي سمعته أنا بأن أكثر من ممثل وممثلة، إنه التركيز على الممثلة اللبنانية الأولى البطلة إنه تكون ممثلة، أما الرجال فعادة سوريين. سمعت أنت هيدي الخبرية وفي كلام عليها بالتفصيل هيدو 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 لأنه عربيا شو التقسيمة؟ كيف قدروا قسموها؟ هي ليك الممثلات النجمات، الرجال أقوى منهم بالعالم العربي، أقوى كانوا مصريين أو إن كانوا سوريين، دايما تتجه البطولة إلهم و تزين بالبر ببطلة معه. هيدي العقلية العربية هيك. أنا مثلا كل أعمالي مش هيك. مرة أنا دايما بحكي عن مرة، جمال سالم بالعاصفة، نهلة راشد بنساء في العاصفة، سلا زيدان ب بس ما كان فادي موجود طبعا ما فيك تستغني عن البطل، بطل. بس والله كان بطل فادي يوم الحقيقه، قعد له 10 سنين بطل استثنائي. الله يقدم له الصحه. شو صار فيها هلا؟ صح لا يعني ماشي. هو شو صار معه بالاساس؟ عندك علم؟ يمكن سكري يمكن كذا. الله يقدم له الصحه. فادي عملاق كبير بالتمثيل، ف بقول لك ليمشي عملي بدي شباب غير شكل، بجيب السوري بطعم بدور تاني. طب انه شو بقول الشباب اللبناني الممثلين مش خارج؟ هذا اللي عم نطرح. في ناس بيقولوا لك فلان اخلاقه مش كتير منيحة بالشغل، طنبوز زيادة عن اللزوم، فلان كذا. يا لطيف، انت لو بتعرف بعض النجوم السوريين الرجال اخلاقهم يعني سكر. انا اللي بعرف في عن جهية وفي كذا وفي كذا، بس بدهم بطل سوري هي اللي يمشوه بالخليج. انا اللي عم بسأل عنه كيف بيقدروا يفرزوهم، يعني انه هذا مشهور بالعالم العربي اكثر من هذا اللبناني. بناء على شو يعني؟ بناء على الاعمال اللي عملها، وبناء على وهن بكونوا عملوها الاعمال، ما هن اللي عملوها الاعمال وهن اللي حطوا فلان وعززوا. صاروا مطرح ما عم بيبيعوا يرغبوا اللي عم يشتري. بدي هيك هلا المنتج صاير بيقول لك بدي على القليله شابين سوريين وبنت سورية، بعدين اعمل بدك. اذا ضل لك شيء للبنانيين يعني هي ازمه. وبتعرف انه فيها شوي من ال شو بدي سميه، لانه في ناس بيخافوا يحكوا عنها، اصدقاء يعني بعرفهم بهذا الوسط، وفي ناس بيقول لك اخي ما بدي احكي، اذا بدي اطلع انا احكي بدي اشرح كل مصايبنا اللي عم تصير معنا وليش عم يعملوا النجوم وعم يخبطونا ببعضنا، ويجيك واحد تاني بيقول لك انا يا اخي ما بدي احكي لانه ما بيحطوني على الويتنج ليست وبعدش بشتغل وبعدش بعمل وكذا. يعني مصالح عم تخلي الحقيقه تختفي لاجل المصالح. كل اللي عم بنقوله العمل المشترك شغلة رائعة، بس فليكن ميزان. ميزان ما فيك كمان انت عم تصور هون بلبنان وما عم تقرب صوب اللبناني كما يجب. ما فيك
بتجيب الإكيب كله كامل من هناك، حتى مع الكرفانات، حتى مع الأكل أوقات. ما بصير، ما بصير. طيب الفصل الأخير ونعود فنكمل الحوار. استاذ شكري، خلينا نحكي شوي. هلا عم نشوفك كل نهار أربعة بالنقابة، وأنت نقابي بامتياز، بامتياز. هلا بتتحمل من النقابيين بيتحملوا منك، لكن ثابت إنك أنت إنسان نقابي بامتياز، وعندك احترامك وعندك تقديرك بوجودك بهالنقابة. احكي لنا عن وضع النقابة هلا، شو وضع هلا؟ ماشي يا حبيبي. النقابة فصلت من يجب أن يفصل، وعملت دعاوى على بعض اللي اختلسوا واللي زوروا واللي عملوا، وبس الشغلة ماشي بالقضاء. صدر عنا أول قرار ظني بحق واحدة من الدعاوى، والنقابة مجلسها منتخب بأكترية النقابيين ومجلس شرعي ومستمر وماشي، وعم بنجرب نعمل، عم بنجرب نعمل، ما بينعمل كرمال الفنان. يعني أنا ليه بدي ضيع وقتي؟ مش بس كل أربعة، هيدا الأربعة لأنه عملوا الشباب لقاء الأربعاء. اللي بده يجي على على تقريبا انا بخلص الجامعه وبنزل شوي على النقابه، لان انا امين صندوقها كمان، وصندوق تعاضد نقابه الفنانين انا الرئيس تبعه. هلا عم نسعى لنرجع صندوق ونقابه نوقف على اجرينا، لانه خلال فتره هالاربع سنين انضربنا كثير. ضربت من بيت أبي، ضربنا كتير، بس واجهنا بالقانون بالقضاء بكل شيء، والحمد لله كل النتائج لصالح هالأكترية. عرفت كيف؟ بدي أقول لصالحنا مني أنا، صالح الأكترية اللي هممها الفنان. طب هلا الفنان اللي بيجي من برا بيعمل حفلات بيدفع هون، عم يدفع ولا لا؟ هيدا عاملين قانون تنظيم المهن بيدفع 10% للصندوق الموحد. عم يدفع ولا مش عم يدفع؟ لا عم يدفع، بس هلا بدك تشوف تتأكد من العقود المعمولة. إذا مثلا إجا قال لك خيي أنا عملت حفلتي $100,000، هاي 10,000. طب يمكن حفلته معمولة حكيوا عن عمرو دياب. بدك تتأكد من الأرقام وتفتش من العقود ومن الأرقام ومن كل شيء بشفافية، لأن حرام بيروح مال كتير. يعني هلأ اندفع بهول اللي اجوا بال ما في ما يندفع. هذا مليح. على البطاقة 2% على الكارت. لا لا بده يندفع، ما فيك ما فيك تهرب من الدفع. يعني على الأقل هيدي، على الأقل مبلغ الدفع هو اللي فيه شكوك. هلأ إذا صار فيه تدخلات سياسية ما بعرف. شو تدخلات سياسية؟ يعني لازم إنه ما تاخدوه؟ لا هيدا ما تدفعوا. طيب ما تدفعوه أوكي، بس هن بيعرفوا إنه لما نروح نحن على بلد بمصر ولا غير مصر بتجرأ واحد سياسي يتلفن يقول ما تاخدوش منه؟ ليش بيتجرأ حدا؟ ليش نحن؟ انه ليش نحن بنعملها على وبنلاقيها حلوه، وقال انه عم نعمل جست معه لهذا الفنان، ونحن بيروح شو اسمه بقى الفنان اول ما بيوصل بيدفع المصريات قبل ما يطلع على المسرح. ليش؟ مين قال لك نحن مثل هوليك البلاد؟ شو المصيبه؟ مفرطين ومفككين، كل واحد مزرعته له، بس لا عم بفوت مصاري. هذا عم بفوت، هذا اهم شيء. طيب بدي اسالك شغله إلى علاقه بالخريجين الجامعات. خريجين الجامعات لازم ينعمل شيء تجاههم هن مثلا؟
شيء يتأول جزء منهم على الكتابة، يتأول يعني ثلاث أرباعهم بيروحوا على التمثيل أو يعني بيكون هوسهم التمثيل بالوقت اللي بيكون في عندهم كتاب. لا خبرك شغلي أو كيف بدي يحصين الواحد؟ أنا بالكفاءات بوجه طلاب السينما طبعاً مش للتمثيل لأن احنا مش معهد تمثيل، نحن معهد علوم سينمائية، بوجههم للكتابة اللي عنده موهبة. وفي كتير مواهب، وفي كتير عم بيقدموا، في كتير عم يبعثوا فلومتهم على مهرجانات دولية وعم يربحوا جوائز. ما أنا بقول لهم الكتابة كتابة إذا شرقتت معك ونقشت معك طبعاً. حبوا شغله أهم بالتمثيل من كتير. مزبوط. فعم نعمل جهدنا يعني، عم نعمل جهدنا وعم بيصير في دورات للكتابة، ناس بيعملوها يعني ووركشوب بالكتابة. فإن شاء الله خير يعني. بعدين ليك نحن عنا تخرج أعداد كبيرة بكليات الفنون بلبنان. هلأ منيح اللي فيه برا، هالمنفس لبرا عم يخدون، وعم على دبي، على السعودية، على أبو ظبي، عم يخدون، عم يخدوا كتير من طلابنا، خصوص الكفاءات كتير. منيح إنه يلاقوا محل شغل وعم يشتغلوا، عم يشتغلوا ناس طبعاً بوضع وسطي وناس عم يشتغلوا عطول ليل نهار من الطلاب عم بحكي. والله حلو. حلو يعني رسمالة بيني وبينك كاميرا وكمبيوتر مونتاج، بيصور أعراس، بيصور عمادات، بيصور ولادات، بيصور اللي بدك إياه، وبيمنجه وبيعطيك كاميرا ومونتاج. هلا شو عم تكتب انت بالفترة الأخيرة؟ هلا عم بكتب عمل اسمه حين تغضب الملائكة. ماشي فيه يعني. ماشي. شو قصة اجتماعية ولا شو؟ ايه طبعا اجتماعية. حين تغضب الملائكة شو رحت قعدت لك فترة فوق ورجعت ولا شو؟ وين؟ حين عند الملائكة. لا هي الفكرة انه وين حتى وين عم يسألني إلي وين حتى حين تغضب الملائكة لا تستطيع إلا أن تكون خيرة. طبعا طبعا عادي. طيب أستاذ شكري أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة. أنا بدي أشكرك أول شيء، استضفتني فردا وحيدا طبعا لما لديك يعني مش الله يخليك. أنا بشكرك. أهلا وسهلا فيك تلفزيون لبنان. الله يخليك. شكرا لك. وكانت حلقة أنا بهمني كنت أرجع فيها لكثير من الأشياء اللي إحنا حكيناها، لأنه بسوى شوي تضوى عليها، بسوى تنقرى مثل ما لازم تنقرى. فشكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.